السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي احنا شايفينه دلوقتي، شايفين في جماعة مصلين بيصلوا في الجامع، وفي بعض الأطفال بيحاولوا يشتركوا معاهم في الصلاة. ولكن في وجود شيخ او راجل كبير بيصلي معاهم فكده. لكن هو معاملته قاسية مع الاولاد دول واثناء تأدية الصلاة. فدلوقتي هو بينهر الأطفال دول إن هم ما يشتركوش معاهم في الصلاة، لأنهم هم بيشغلوهم. لكن طريقة معاملته للأطفال دي طريقة تحس إن فيها قسوة وفيها شدة في المعاملة، مما تدفع الأطفال إن هم يكرهوا حتى الصلاة. يعني ده هو كده بالطريقة دي، لا هو لخلاهم اداهم فرصة انهم يصلوا، او هو ذات نفسه صلى وشغل الجميع المصلين اللي وراه انهم هم مش عارفين يصلوا مش عارفين يصلوا منه مش عارفين يصلوا. وبكده يعني الصلاة أسلوب صعب في معاملته للأطفال. شوف في طريقة إن هو عايز يبعدهم عن مكان الصلاة، كان يبقى في أسلوب أحسن من كده، إن هو بالراحة وبالهدوء، أو هو ياخدهم يلم الأطفال دول ويقوم هو، مش ضروري يصلي الصلاة ديت، وياخدهم ويرشدهم ويقول لهم على الطريقة الصح اللي هم يصلوا بيها. لكن اتباع الأسلوب اللي هو بيتبعه ده كأنه بيعامل حيوانات، ما بيعاملش بني آدمين. ده أسلوب غير الإسلام، دين الرحمة ودين العطف ودين والحب والحب والعطف الكبيرة. عطف الكبير على الصغير. لكن احنا بهذا الاسلوب، هذا الاسلوب لا ينفع، لا 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 ينفع الصلاة. وكده الاطفال هم ممكن ان هم يكرهوا المكان ويبعدوا عنه وما عادوش يرجعوا يحاولوا يصلوا تاني. لكن المفروض من الراجل الكبير ده او الشيخ ان هو يحببهم في الصلاة، يحببهم في مكان الصلاة، حتى لو اخطأوا يتغاضى عن خطأهم او ينهيهم عن الخطأ ده بطريقة سليمة، وليس بهذا الاسلوب اللي هو بيتبعه. هو بيتبع اسلوب صعب، اسلوب في غضاضة وفي قسوة في معاملة الاطفال. دول اطفال صغيرين لسه ما يعرفوش ايه هو المفروض، فيجب ان انا اعرفهم ايه اللي هم المفروض يتبعوه، ايه المفروض اللي هم يتبعوه في اداء الصلاة، وليس هذا الاسلوب القاسي الذي لا ينم عن الإسلام، ينهى عنه وينهى دين الإسلام دين الرحمة ودين العفو ودين العطف. الكبير يعطف على الصغير، وليس تكون المعاملة بهذا الأسلوب، الأسلوب الصعب الذي ممكن أن هو يؤدي إلى أن الأطفال دول يكرهوا مكان الصلاة ويكرهوا الجامع ويكرهوا أن هم يجوا. هذا يا أنا لو أعرف مكان هذا الشيخ كنت نهيته عن هذا العمل اللي هو بيعمله دوت، لأنه كده بيسيء للصلاة وبيسيء للإسلام وبيسيء لمعاملة الأطفال. يجب إن يكون أسلوب معاملته مع الأطفال أحسن من كده، حتى إن هم يحببهم في الصلاة، مش تكون دي المعاملة بتاعته وهم يخافوا منه كده. هم كمان مش أطفال، ده هم في حدود مثلا
7 سنين 10 سنين، فيجب أعرفهم إيه الصح وإيه المفروض إن أنا أتبعه، وليس إن الواحد إن هو ينهارهم ويكون معاملته معاهم بهذه الشدة وهذه القسوة. هذه القسوة يعني دي تبعدهم عن الصلاة ولا تحببهم فيها ولا تحببهم في الجامع. المفروض إن إحنا نحببهم في الجامع وفي مكان الصلاة ونرغبهم فيه. وفي بعض الناس ده، في بعض المشايخ والناس بيوزعوا شوكولاتة، يوزعوا ملبس، يوزعوا على الأطفال دول حتى إنهم يحببوهم في المكان عشان ييجوا يصلوا وياخدوا الحلويات ديت، وياخدوا. وفي بعض المشايخ بيوزعوا ألعاب للأطفال ديت عشان يحببوهم في المكان ويحببوهم إن هم يرجعوا يجوا في المكان ويحافظوا على الصلوات. ولكن ليس هذا الأسلوب، هذا الأسلوب لا يتسم على الإسلام بأي صفة، لا ينتمي. هي الحكاية مش حكاية إن أنا أصلي، الحكاية إن أنا يكون في هناك رحمة وفي عطف وفي حب وفي حب، وليس هذه القسوة. هذا الراجل ده او الشيخ ده لازم ان هو المفروض ان هو يتحاسب على انه لسوء معاملته للاطفال دي. احنا ما نعرفش الجامع ده فين حته او مكانه فين حته، حتى ممكن ان احنا يعني نشوف هذا الرجل حتى نفهمه الاسلوب الصح في معامله الاطفال وفي اثناء الصلاه. لا هو عرف يصلي ولا الاطفال دي صلت، وجميع المصلين اللي هم بيصلوا في الجامع طبعا كانوا مشغولين بكل الحركات اللي هو عمال يعملها مع الاطفال، حركات كلها تنم على القسوة والشدة، وإن هو بيكرههم حتى في الصلاة وبيكرههم لمرواح الجامع. والإسلام عمره ما كان بيدعو لكده. الإسلام دين الرحمة ودين المحبة. والرسول ذات نفسه كان ما بيجي يصلي كان الحسن والحسين يقعدوا يلعبوا جنبه، وكان الرسول يعني بيشيلهم ويبعد اي حد ان هو يعني ينهر اي حد يتعامل معاهم بقسوه. فيجب ان احنا نكون تكون المعامله احسن من كده، وتكون المعامله اهدى من كده، وينم المكان عن الحب وعن العطف الكبير على الصغير. ربنا يهدينا ونبطل العنصرية ديت، ونبطل القسوة. الناس الأشكال ديت، المشايخ ديت، في بعض المشايخ أو بعض المصلين بيبقوا في قلوبهم قاسية، قلوبهم قاسية ولا تحمل أي عطف ولا أي حنية على الأطفال. يجب ان دول اما الواحد يرشدهم للصح او يبعدوا عن المكان حتى لا يكرهوا، يخلوا الناس تكره انها تخش الجامع او انها تصلي. ربنا يهدينا جميعا للصواب ونشر الاسلام، وان الاسلام يكون دين المحبه ودين العطف ودين ويحبب ونحبب اولادنا ونحبب اولادنا في الصلاه وفي الجامع وفي ارتياد الجامع، ويكون الجامع مصدر لحفظ القران وللدروس الدينيه، وليس تكون القسوه ديت في المعامله. يا رب تكون هذه ما يكونش كل يعني تكون المعاملة دي يكون في حد من المصلين ينهي هذا الرجل أو هذا الشيخ ويعرفه إن هو ده أسلوب غير سليم، غير سليم. إزاي هو هيصلي ولا الناس اللي معاه هيصلوا وهو بيكون معاملته سيئة بهذا الأسلوب. ربنا يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، لما يحب الله ويرضى، ويرضى الإسلام ويرضى ربنا. ربنا يوفقنا جميعا
ويكون أسلوبنا أحسن من كده، وأسلوب معاملتنا تنم عن ديننا وعن الإسلام وعن المحبة والعطف. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.